طيب احنا اول حنبدا، اول شيء قلنا حنبدا في الخطوات اللي هو راح نتعلم في هذه الدورة على ترتيب الملفات خارج البرنامج. طبعا احنا عندنا مشروع معين حنسويه او مونتاج معين حنسويه، لازم اول شيء نرتب الملفات خارج البرنامج قبل كل شيء. احنا الان نخش على انا عندي هذه ملفات التدريب، لو تلاحظون انا عندي هذه ملفات، لو تلاحظون كذا مجلد، في صوت الخلفيه، حاط في صوت الخلفيه في مجلد، وحاط المؤثرات الصوتيه في مجلد، وحاط كمان مقاطع الفيديو اللي حنسوي عليها المونتاج الايقاعي. هذه جميع الفيديوهات اللي راح نستخدمها باذن الله تعالى ونتعلمها خطوه بخطوه. وعندنا الشعار، حنستخدم الشعار هذا او اي شعار انتم بعدها تحبوا تستخدموه. هذا الإخراج النهائي إن شاء الله حتشوفوه في نهاية الدورة هذه بإذن الله تعالى. طيب نفتح الآن البرنامج. طبعاً هذا البرنامج أول ما يفتح معاكم حتظهر لكم الشاشة هذه، هذه جميع الأعمال اللي احنا اشتغلنا عليها سابقاً، هذه المشاريع اللي اشتغلنا عليها سابقاً. وعندنا هنا نيو بروجكت هو مشروع جديد، وعندنا هنا الاوبن بروجكت هو مشروع سابق استخدمنا قبل كذا وعملنا فيه مونتاج، نفتحه ممكن ونعدل عليه اذا في اضافات او تعديلات. لكن احنا حنضغط على نيو بروجكت وهو مشروع جديد. الان جت لنا هذه اللي هي شاشه ترتيب الملفات. طبعا هنا عندنا بروجكت نيم، احنا حنسمي هنا البروجكت نيم اي اسم، ما حنسميه فرضا دورة أساسيات. المونتاج بعدها هنا مكان حفظ البرنامج، لو تلاحظون هنا أنا هحفظه في نفس المجلد لأنه أنا عندي مرتب مجلدات قبل كذا وبسيفه هنا في نفس المجلد في مشروع عملي، وبضغط على تشوز وبعدين على جريت. الآن فتحت معي النافذة، لو تلاحظون النافذة عندي فاتحة. الآن فتح البرنامج عندي. طيب احنا أمس تكلمنا في واجهة البرنامج، قلنا هذه الواجهة عندنا أربع نوافذ مهمة. أول نافذة اللي هي ما قبل المونتاج، ثاني نافذة اللي هي بعد المونتاج، رابع نافذة اللي هي جمع جميع العناصر الصوتية والمرئية، حتكون في النافذة الثالثة. النافذة الرابعة اللي هي تايم لاين الخط الزمني، هنا حيكون شغلنا كله في المونتاج. طبعا أي شيء نشتغل فيه هنا حنشوفه هنا، يعني الإخراج النهائي اللي نشتغل عليه هنا حنشوفه هنا، هنا الإخراج النهائي حنشوفه هنا ما قبل المونتاج. أي شيء تشتغل عليه هذا مو ظاهر لغيرك، هذا ظاهر لك أنت فقط، هذا اللي تظهره للجمهور. الجمهور طبعا حيشوف شغلك هنا التايم لاين تعديل، حيشوف هذا المحتوى كامل انت حتشتغل فيه سواء رساله او اعلان. طيب عندنا الان النافذه الامبورت ميديا، حنسحب جميع الميديا تبعنا، نضغط دبل كليك عليها، بنروح على ملفاتنا، حناخذ الشعار كامل نسحبهم واحد واحد، نرجع كمان حناخذ الفيديوهات كامله. طبعا الفيديوهات في مجلد واحد انا حسحبها. طبعا في الويندوز حيجيك هنا، حيجيكم هنا خيار اللي هو امبورت فولدر، حيسحب المجلد هذا كامل، ما يسحبه لانه في الويندوز اذا ضغطوا على امبورت حيسحبوا ملف ملف، فالافضل تنتبهون في الويندوز. انا لاني استخدم ماك حيسحب المجلد كامل، جميع الفيديوهات داخل المجلد ده. نضغط امبورت، لو تلاحظون الآن هذا مجلد جميع الفيديوهات بداخله. نضغط كمان دبل كليك، بنسحب المجلدات اللي بعدها، حناخذ المؤثرات الصوتية، نضغط امبورت، ونسحب صوت الخلفية. الصوت الخلفية هو في مجلد طبعا لوحده، الظاهر حيسحب الصوت لوحده، الآن حيكون الصوت لوحده. طيب الآن أنا عندي هنا في الميديا عندي كذا خيار عشان اظهر محتوى الفيديو اللي انا بشوفه، سواء الفيديو او الصور او
طبعا هذه قائمه من مسدله عندنا، هذه اللي هي ايكون فيو، بنضغط عليها لو تلاحظون بقدر اشوف الصوره هذه، لو بخش على مجلد الفيديو دبل كليك بشوف جميع الفيديوهات، او انه بضغط على القائمه المسدله بشوفها زي كذا. لكن انا هختار ايكون فيو وهرجع الان. الان عندي هنا لو تلاحظون الصوت موجود، الفيديو طيب بضغط. طيب هنا لو تلاحظون في على كل فيديو في علامه اللي هو، خلينا اكبرها بس اشوف تمام. ايوه الان عندي الفيديو هنا، طبعا اللون البنفسجي يعتبر فيديو، وصوت واضح انه هذا الفيديو يوجد فيه صوت. بعض الفيديوهات يكون بدون صوت، اللي بدون صوت حيظهر بس شعار الفيديو. الان نرجع هنا على المؤثرات الصوتيه حيكون هذا صوت. طبعا هو معطي لكل عنصر معين لون، يعني عندي صوت هنا معطي لون اللي هو الاخضر الفاتح، الفيديو هنا معطيني هو اللون السماوي او الازرق الغامق. طيب الان احنا قلنا هذا التايم لاين اللي هو شغلنا كله حيكون هنا. احنا طبعا ما راح نسحب الفيديوهات ونرميها هنا زي كذا، لا احنا ما راح نشتغل على الشيء ذا. احذف الفيديو هذا واضغط على كل فيديو انا ايش ابغاه. طبعا احنا قلنا في الدوره حنتعلم كمان التعرف على الواجهه، استيراد المحتويات، ضبط الاعدادات. طبعا في عندنا اعدادات معينه، الان انا عندي فيديو 4K او فيديو فول اتش دي. خلينا نشوف فيديو 4K هنا. اتوقع هذا 4K شلون؟ ايوه الان هذا الفيديو عندي 4K. شوف ايش اعطاني، this clip does not match this sequence settings. عندي الان هذا الفيديو يقول انه اكبر او ممكن يكون اصغر. في عندنا اخونا محمد ابراهيم الله يعطيه العافيه اليوم ارسل لي فيديو من اجتهاد واشتغل عليه، نزل ملفات التدريب امس واشتغل عليه وارسل لي اياه. ان شاء الله نستعرض الفيديو في نهايه الدوره باذن الله تعالى. الان انا جتني هذه الرساله يقول انه الكليب مس ماتش وارنينج، انه مقطع الفيديو ممكن حيكون كبير او يكون صغير. طيب انا اضغط كيب سيتنجز انه خلاص اوكي خليه على نفس الاعدادات تبعي ونشوف ايش يصير. الان في فرق، لو تلاحظون انه في فرق، هذا لانه 4K شوف الان لو تلاحظون هذا كان الفيديو 4K، يوم انا اضغط الان طبعا زر فار اليمين على الفيديو حنرجع له ان شاء الله هذه في نهايه الدوره، اعطاه سكيل تو فريم، لو اشيله حيكبر شويه. طيب احنا حنتعلم الاعدادات، نجي على سيكونس وبنختار سيكونس سيتنجز. عندي هذا اعدادات الفيديو، لو تلاحظون هنا اعطاني اللي هو ال 4K. امس احنا قلنا انه في مقاسات تعلمناها في الدوره اللي امس، في ال 720 وفي ال اتش دي وفي الفول اتش دي وفي الكواد اتش دي وال 4K وال 8K. هذا اعطاني 4K، انا ما ابغى اشتغل عن 4K لان محتواي حيكون على الانترنت او السوشيال ميديا. بختار 920 على 1080 وبضغط اوكي. طيب نبدا الان اللي هو في الانترو. احنا حنبدا اول شيء في الانترو، انا حضيف الشعار في البدايه. طبعا اذا ما عندي شعار ما في مشكله، ممكن احط اي شعار اذا انا بصور محل او بصور اي شيء، مو شرط يكون يعني اي بدايه تبداها لازم تكون مقدمه حلوه. انا حبدا في الشعار، وتلاحظون الشعار شويه كبير بخليه زي ما هو. بعدها برتب الفيديوهات، اضغط دبل كليك. الان تلاحظون هنا انا عندي الفيديو. طيب هذا الفيديو احنا قلنا النقطه هذه هي ما قبل المونتاج. طيب احنا امس تعلمنا كمان انه في عندنا الاتش والام والاس والاف. احنا قلنا الاف اللي هي فريم، هذه الفريم. طبعا انا عندي الهيد كورس، لو امشي بزر الفار اليمين بالسهم اليمين معلش من الكيبورد بيمشيني فريم فريم. لو تلاحظون الان هنا تحت عند الماوس
حيمشيني فريم فريم. طيب لو بغى نقول 10 فريم بضغط شيفت وبضغط زرفارة اليمين سهم اليمين معليش مشاني 5 فريم مع الشيفت حيمشيني 5 فريم. وإذا برجع أرجع فريم فريم بالسهم اليسار أو أضغط شيفت رجعني 5 فريم. طيب عندنا هذه الأزرار مهمة إحنا نشتغل عليها، أنا حأعطيكم الأهم لاحق أخلي البرنامج سهل مرة. طبعا عندنا هنا أيقونتين لو تلاحظون، هنا أيقونة الفيديو هنا أيقونة الصوت. طيب أنا عندي جزء معين من هذا الفيديو، أنا ما أبغى هذا كامل، أبغى جزء معين، لأن هذا كامل تقريبا مدته دقيقة واحد وثلاثين ثانية ممكن يكون. طيب أنا ما أبغى، أبغى جزء منه. طبعا يا إني أشغل بالبلاي وأوقف أو إنه بالماوس حرك لين الجزئية المعينة أنا أبغاها. خلاص أنا أبغى الجزئية أبغى أبدأ من هنا، فإيش أختار؟ أختار المارك إن. تلاحظون عندي الأيقونة هذه، هذه مارك إن بحدد. الآن حدد لي من محل ما وقفت أبغى الجزئية هذه إلى نهاية الفيديو. طيب أنا ما أبغى الآن إلى نهاية الفيديو، أبغى لين فرضا لين هنا، وأضغط اللي هو المارك أوت. خلاص الآن حددها لي. الآن حددها لي وخلاص أنا أبغى الجزئية هذه. الآن الفيديو هذا في صوت، أنا ما أحتاج الصوت، هذا الأيقونة بتسحب لي الصوت، لو أسحب الصوت بحطه هنا. أنا لا ما أحتاج الصوت لأن عندي صوت معين بحطه، فبسحب الجزئية هذه وبأنزلها في التايم لاين. الآن تلاحظون سحب لي جزء الفيديو. طيب لو أسحبه كامل من هنا، شوف نلاحظ إيش. لا معليش، أرجع هذا المارك إن والمارك أوت أرجعهم زي ما كانوا. الآن أسحب الفيديو، شوف الآن تلاحظون إنه هذا الفيديو اللي إحنا قصينا منه، هذا المقصوص وهذا الغير مقصوص، حجمه مرة طويل. وضغط أحدده وضغط حذف ديليت. الآن هذا الفيديو. طيب ألاحظ هنا الفيديو عندي كبير، لو تلاحظون الآن أنا ماشي الآن في 8، الفيديو عندي يعني في فرق بين الصور. لو تلاحظون عندي هذه 4K واضحة عندي، هذه لأنه أنا حاط مقاسات إعدادات اللي هو إيه Full HD 1920 على 1080. في هذه الحالة إيش نسوي؟ بضغط على الفيديو وأضغط زرفار اليمين وبأنزل تحت لين ما أخذ Scale to Frame Size. خلاص الآن أعطاني نفس النافذة. طيب عندنا طبعا في خيارات معينه، انا عندي فيديو معين ابغى اخذ منه كابتشر، يعني كابتشر يكون الصوره مره واضحه، ابغى اضغط خيار الكاميرا اللي هي اكسبورت فريم، من فريم واحد حياخذ طبعا، لان احنا قلنا انه الفيديو عباره عن صور، وبختار الاعدادات نوع الصوره الفورمات يا جي بي جي او بي ان جي او تي اي اف دبل اف، انا بختار جي بي جي وبحددها في نفس ملف التدريب واضغط اوكي. وبحدد الان في المجلد هنا واعمل تشوز اوكي. الان راحت هذه الصوره راحت في المجلد الان اللي احنا حددناه. تلاحظون هذه الصوره لو بفتحها، هذه الآن الصورة بنفس جودة الفيديو. طيب نقفل الصورة. الآن عندي هنا لو تلاحظون إنه امتداد الصورة اللي هو جي بي جي. الآن إحنا أخذنا من فريم من الفيديو حولناه إلى صورة، عملنا له اكسبورت. طيب أنا الآن إحنا قلنا إحنا نتعلم المونتاج الإيقاعي، وبعدها حننتقل للتأثيرات والمؤثرات الصوتية. أنا هرجع المجلد الأساسي وبختار صوت الخلفية، بضغط عليها دبل كليك بشغل.
بس انا عندي هذه الخلفيه ابغاها، لان انا ابغى دبل كليك عليها. لان تلاحظون هنا ما في فيديو لانها صوت، فجاني هنا بس سحب الصوت وبسحب الصوت وبحطه هنا، جاني هذا الصوت كامل. انا احنا ما نشتغل على الصوت كامل، حنشتغل جزئيه منه فقط للتدريب. طيب احنا عندنا الان قلنا حنسوي المونتاج الايقاعي. طيب عندنا هنا مونتاج الايقاع حنسويه، نمشي على ايقاع الصوت. طيب لو تلاحظون هنا عندي احنا في الادوات اللي هو السليكشن تول والتراك سليكت فورورد، وعندي هنا كمان اللي هو الريبل ايديت، وعندي هنا ريزر. الريزر اللي هو زي الموس او الشفره، طبعا هذا اللي حنستخدمه احنا كثير. وعندي هنا ريكتانجل تول، وعندي هنا الهاند تول. الهاند تول بنستخدمه في الفيديوهات الكبيره، او اذا اني عملت زوم، بعمل زوم على مشروع فرضا اذا في تعديل نص او شيء معين او رسمه معينه، بكبر زي كذا واقدر احركها من الهاند تول ورجع العدد زي ما كان اللي هي فيت سكرين. وعندنا اللي هي التايب تول اللي هي النص، كتابه النص. طيب هنبدا ان شاء الله. تايم لاين تبعنا، التايم لاين تبعنا حنكون في ثلاث لايرات، عندنا اللاير الاول الثاني الثالث. لو تلاحظون هنا في مكتوب V1 V2 في V3، وعندنا هنا الـ A1 والـ A2 والـ A3. طبعا الـ V1 سواء V1 او 2 او 3 هذه كلها فيديو، يعني انا اقدر اسحب هذا الفيديو بحطه فوق الفيديو ده، او اقدر اسحب الشعار لانه بي ان جي حيكون واضح فوق الفيديو. واقدر انا ازود كمان كذا لاير، برفع فوق بيزود لي لايرات فوق. الاوديو عندي نفس الحكايه، الـ A1 الى A3 هذه اوديو، انا بقدر احط هنا اصوات في اللاير A 2 واللاير 3. طيب انا الان عندي الصوره هذه اللي هو الشعار، وتلاحظون كبير، فبايش اسوي؟ بنصغر حجم الشاشه شويه، نخليها 5، لا بنخليها 5، بضغط عليها دبل كليك. لو تلاحظون جاني تحديد العنصر، بقدر اصغرها كذا. دقيقه معلش، نرجع لمحور حديثنا. الان عندنا اللي هو اللوجو صغرناه، وبرجع على الفيت سكرين. الان جانا اللوجو. طبعا انا حاط الخلفيه، البرنامج هو اعطاني خلفيه سوداء، احنا نبغى نغيرها. الان بنضغط على ريكتانجل تول وبنرسم مربع. لو تلاحظون عندي المربع جاء هنا، شوف لو امشي كذا شويه جاني الشعار، لو امشي يمين جاني مربع. طيب انا حزوم عشان يكون واضح. طيب في الحاله هذه ايش نسوي؟ انا ابغى الخلفيه تكون تحت اللوجو، ابغى ارفع اللوجو، بمسكه بالماوس وبرفعه فوق. الان جاني اللوجو فوق والخلفيه تحت، وبنزل الخلفيه تحت وبنزل اللوجو تحت بعد. طيب ابغى اغير لون اللوجو، كيف نغير لون اللوجو؟ لون اللوجو بنغيره من الافكت كنترول اللي هي التحكم بالمؤثرات. جتنا الان التحكم، هذه تحكم المؤثرات، وبنختار الشيب. تلاحظون هذا الشيب عندي لو شايفينه، عندي هذه العين اللي هي هايد وشو، لو اضغط عليها شال لي الخلفيه، رغم انها هي موجوده هنا الان العين انها موجوده، لكن انا من هنا اخفيتها. طيب بضغط على السهم وجاني هذا اللون في تلاحظون نفس اللون اللي في الخلفيه اللي انا حاطه، بضغط عليه زفار اليمين اليسار معليش، وبختار لون ابيض تغير معي. لو بختار لون احمر او عنابي جاني، لو جاني اسود اسود، وهكذا نغير الالوان. انا بختار لون ابيض. طيب الان انا كيف اعرف ان الخلفيه على حجم الشاشه؟ نصغر الفيت سكرين. الان تلاحظون في فرق، وبضغط عليه دبل كليك وبسحبها لفوق. مو مشكله اذا طلعت زياده، ما في اي مشكله، انه هو حياخذ المقاس اللي انا حددته ذا من الابيض اللي هو فول اتش دي. خلاص وضغط فيت سكرين.
هذا اللي يظهر للجمهور، هذا اللي يظهر للجمهور، هذا اللي يظهر للناس. انا في افكت كنترول وبرجع على السورس. طيب نجرب نشغل. الان انا بمشي مع الايقاع هذا، وانه تسمعونه واضح، بمشي مع الايقاع ذا، حقفل هذا، اعمل له هايد واعمل ذا الهايد، بمشي مع الايقاع. طبعا في تكنيك عندي انه اي ايقاع بمشي فيه بضغط على مارك اللي هو حرف ام على الكيبورد، بنضغط بلاي تشغيل. اعطاني مارك هنا، انا ما احتاجه، ما ابغاه هنا. ليش؟ لان انا ضغط على محدد العنصر ذا، لو تلاحظون العنصر هذا انا محدده، فاعطاني مارك عند العنصر ذا. انا هرجع باك بكنترول زد واشيل التحديد. الان تلاحظون راح التحديد. في كثير يغلطون، يحددون العنصر يضغطون على مارك اللي هو تحديد الايقاع. برجع وبضغط المسافه وبشغل، اضغط ام. الان تلاحظون صار هنا عندي سهم الهيد كروس مارك، تلاحظونه صار هنا. الان امشي بالايقاع واضغط ام، مع كل ايقاع اضغط ام. انتهينا الآن من تحديد المقاطع. الآن عندي أنا هذه، لو تلاحظون الماركات، في كل مارك حيكون في بينهم جزئية. أنا عندي الجزء هذا في فراغ، وعندي الجزء هذا في فراغ. أنا بحط هنا فيديو وبحط هنا فيديو، لأنه إحنا حنرتب المونتاج الإيقاعي مع كل فيديو، حيتغير مع النغمة، مع كل إيقاع، كل فيديو حيتغير مع الإيقاع. وعندي هنا كمان فراغ ححط هنا في فيديو، وهنا كمان ححط في فيديو. طيب هنعمل الشو هاي، بنيجي على الجزئية الأولى وبنشغل، نعمل بلاي. خلاص هنا أوقف. شوف عندي خيارين، يا إني أنا أمشي بالهيد كروس وأمشي زي كذا بصغر المقطع أو العنصر، أو إني أمسك العنصر هو بيحدد لي على المارك. لو تلاحظون في لون سهم لون رصاصي في نهاية الصورة، إنه هذا متوافق مع المارك اللي أنا حددته. إيه نعم، بدال القص. حنرجع للقص إن شاء الله يزن. الآن لو أشغل حيبدأ من البداية وحينتهي من النهاية. طيب أنا أسحب الفيديو هذا وبشغل الآن. شوفوا الآن لو تلاحظون أنا عندي الإيقاع الأول، الإيقاع الأول أول ما بدأ على، يعني أول ما انتهى ودخل في الإيقاع الثاني، دخل على المقطع على اللي بعده على طول. طيب الآن أنا عندي خيارين، إحنا قلنا في القص، يا إنه بسحب الملف الفيديو أو العنصر من نهاية الفيديو، بأمسك باجي عليه بالمؤشر بيحدد لي هو،
تلاحظون هو محدد لسام احمر على اليسار، بضغط بالماوس وبحرك لين محل انا ما ابغاه، لين الجزئيه اللي انا ابغاها، او انه برجع زي ما كان وبامسك المقص اللي هي الشفره الماوس الريزو وبضغط. لو تلاحظون حدد لي هنا فين اقص، اني اقص من هنا او اقص من هنا، انا بقص من هنا. لو تلاحظون لو حددته هنا على نفس الجزئيه اللي انا ابغاها اعطاني سهم باللون الرصاصي اذا واضح، وباضغط كليك خلاص الان جاني هنا هذا حذف، واللي بعده هذا حذف، الان انا حذفته خلاص اعطاني الجزئيه هذه. طيب نبدا في الفيديو اللي بعده. طيب هذا الفيديو اللي بعده، انا بسحب الفيديو ما قلنا ما نسحبه زي كذا بنحطه لانه حيسحب مع الصوت. لو سحبناه كامل وتلاحظون هنا في الفيديو في معطيني هنا سهم في الزاويه لون رصاصي، وهنا معطيني كمان سهم في الزاويه على اليمين باللون الرصاصي. هذه ايش معناتها؟ هذه معناتها اللي هنا اللي على اليسار انه هذا الفيديو هذا بدايته وهذا الفيديو هذا نهايته، يعني هو بدا من هنا وانتهى من هنا. لكن تلاحظون ابى اصغره الان اختفى السهم على اليمين هنا عندي اختفى، انه ايش يدل على ايه؟ انه في جزئيه بعده، لانه انا سحبته من الميديا براوزر على طول في التايم لاين. فبهذه الحاله يا اني برجع زي ما كان او اني احذفه واحدد زي ما انا ابغاه زي ما تعلمنا هنا، وبحدد المارك ان وبحدد المارك اوت وباجي اسحبه. طيب عندنا المقطع كمان طلع شويه طويل، في ذي الحاله بنيجي عند نهاية المقطع وبنسحبه. احنا سحبناه الآن فيديو فقط دون اوديو. هنزل عناصر دي كلها كانت على فيديو 2 وشغل الآن. هنبدأ الجزء اللي بعده الفيديو. بسحب من النهايه لين المارك. تلاحظون عندي اداني مؤشر سهم عند الخط الاصفر انه اوكي هذا متوافق الان، وقفت الان خلاص اعطاني الجزئيه دي. بجيب اللي بعده بسحب الشلال نسحبهم واحد واحد. طيب في عندي هنا ملاحظة بذكرها لكم، شوفوا لو تلاحظون الآن عندي الأيقونة الفيديو هذا والفيديو هذا، تلاحظون أيقونته ما عليها أي إعلان باللون الرصاصي. طب بنزل تحت شوف عندي الفيديو هذا والفيديو ذا، ايش الفرق بينهم؟ بين الفيديو ذا والفيديو ذا، الفرق بينهم انه هنا معطيني علامه باللون الازرق، معطيني فيديو هنا باللون الازرق. انه هذا استخدم في التايم لاين، انه هذا استخدم الفيديو مره واحده. لو باجي على اللون الازرق بيقول له انه هذا الفيديو استخدم مره واحده في التايم، لانه موجود هنا. هذا يعلمني الفيديوهات المقاطع اللي انا استخدمتها واللي ما استخدمتها. لان انا استخدمت هذا واستخدمت الثلاثه هذول انا استخدمتهم الان، بنزل تحت هذول انا استخدمتهم بعد وهذا انا استخدمته. اجي اسحب هذا، شوف الان سحب معي الصوت، انا ما احتاج الصوت. طيب الان سحبت الفيديو بالصوت ايش اسوي؟ احذفه او اني اضغط زرفاره اليمين عليه، يعني احذفه واضيفه من هنا، اضغط عليه دبل كليك واضيفه من هنا، شوفوا الان لوحده. طيب انا فرضا غلطت سحبت الصوت، انه ابغى اقص جزئيه من الصوت، يعني ابغى جزء معين فرغ من الصوت، ابغى يعني الصوت هذا يرجع ورا شويه. بالحالة ايش نسوي؟ نضغط على نفس الفيديو زرفاره اليمين وبنزل تحت، جاني هنا ان لينك اللي هو يفصلهم عن بعض، يفك الترابط بينهم.
خلاص الآن هذا الفيديو وهذا الصوت. تلاحظون الصوت هذا أقدر ألعب فيه أنا زي ما أبغى، أو إني أضغط حذفته الآن. نيجي على الفيديو وبنحدد له اللي هو على الماركينج. بسحب الفيديو اللي بعده، هذا طويل جدا فبنا أسوي بالشفرة. خلاص أنا محدد لين هنا، خلاص هذا أنا ما أحتاجه، بعمل له حذف. طيب إيش باقي عندنا؟ حذفته ما احتاجه خلاص. بجي اسحب الفيديو اللي بعده، هذا قصير احطه لين هنا. عندي الغروب خلاص. طيب عندي هنا اخر جزء ممكن احط فيها الكرة الارضية. طيب نشغل الحين مع بعض، المفروض يكون في جزء معين وفي فيديو، لكن انا ايش اسوي؟ اسحب الكره الارضيه هنا ورا. اشغل اجرب شوف. الان حنجرب التايم لاين مع الايقاع، كل مشهد مع ايقاع. الآن كل مشهد مع إيقاع معين، طبعاً إذا في اختلاف أو في الصوت بنزوم في التايم لاين وبنمشي حبة حبة، بنشوف الفيديوهات كلها مع الإيقاع أو لا. لو تلاحظون هذا هنا بداية الإيقاع مع بداية المقطع. بمشي شوية بعد، الآن كلها مرتبة. أنا بسحب هنا مشهد ثاني ما في أي مشكلة، أقدر أكرر كذا مشهد. أسحب هذا بحطه هنا فوق وبعمل له قص وبحذف هذا ما أحتاجه وبنزل هذا، أو ممكن أخليه هنا لكن عشان أرتب عملنا أنزله هنا. إذا احتجت صورة أو شعار بحطه فوق لاير، فوق لاير. بشغل من حال ما حطيت الفيديو واسمع الإيقاع معه. جاني كرة أرضية. اوكي أرض. نغلط في الفيديو معليش. دبل كليك بسحب. نرجع نفس الخطوة، باخذ الشفرة واعملها قص. خلاص شوفوا تلاحظوا هنا عندي أنا المشهد شغال الآن، ما نقل على طول. ليه؟ لأن أنا محددين المارك وما قصيت المشهد. فهذه الحالة بضغط زي كذا جاني الآن جاب،
في الحاله هذه ايش اسوي في الجاب؟ واحده بثنتين، يعني امسك الفيديو اللي بعده وباسحبه على اليسار، او باني اضغط على الفراغ هذا وبحذف الجاب بالديليت، جاب لي المشهد اللي بعده على طول. احيانا تكون في 3-4 جابات، نسوي هذه الخطوه، نضغط على كل جاب ونضغط ديليت، نضغط على كل جاب ونضغط ديليت على كل فراغ يعني. وبشغل الان. اوكي الان متناسق، جميع الفيديوهات متناسقه مع الايقاع. طيب عندي الان الميوزك مره طويل، في الحاله هذه في الميوزك انه حجي انا على نص الميوزك وباجي اوكي لين هنا شغل وباسمع. في تكميله الان، انا ما احتاج التكميله هذه، انا احتاجه لين ما مشي. طبعا احنا قلنا السهم يمين يقدمني فريم والسهم يسار بيرجعني فريم، انا حرجع بالفريم بالسهم اللي على الكيبورد. وبعمل زوم للتايم لاين، خلاص انا ابغاه من هنا ينتهي هنا. في هذه الحاله امسك الشفره واضغط بالماوس حتى على الفيديو. تلاحظون جاب تناسقين. لو تلاحظوا هنا عندي انا سهمين رصاصي على كل العنصر الصوت والفيديو، انهم متوافقين على الخط الزمني هذا. خلاص انا احذف هذا واحذف هذا. طيب الان خلينا نشغله من النهايه. انتهى فجأة طبعاً، إلا النهاية الفجأة، كثير ما يحبون نهاية الفجأة. فهذه الحالة شو نسوي؟ حنستخدم الإفكتات. تلاحظون أنا هنا عندي اللي صار في قائمة كده طويلة فيها الإفكت والجرافيك والساوند والكالر، تعديل الألوان والمكتبة والماركس والهستر. إحنا ما حنستخدم إلا الإفكت. جاني في الإفكت هذا البرسيتس، هذه ممكن أدوات أو أشياء جاهزة أنت بتضيفها. وعندي هنا الأوديو إفكت، مؤثرات صوتية اللي هي ميوت والفوليوم والبالانس، إذا عندك صوت عالي صوت واطي هذه بيسوي لك عليها بالانس. أنا حستخدم الفيديو إفكت، وحستخدم لا معليش الفيديو ترانسيشنز اللي هي تنقلات الفيديو، وأختار اللي هو ممكن أختار الكروس ديزلاف بأسحبه وبحطه في النهاية. الآن لو أزوم على الفيديو وتلاحظون حط لي الإفكت في نهاية الفيديو. طيب أنا بحط الماوس هنا وبأمشي بسحبه على اليمين شوية شوية. تلاحظون الشاشة بدأت تغمق، اختفت قبل نهاية الفيديو. أنا أقدر أسحب هذا الإفكت، شوفوا تلاحظون أعطاني مؤشر الإفكت وأعطاني سهم وأعطاني علامة حمراء، أقدر أزود الإفكت. شوفوا الآن طولت الإفكت. نرجع كمان. طيب الآن الفيديو انتهى أوكي بصورة حلوة، بقى لنا الصوت. نرجع نفس الشيء، نأخذ Audio Transitions، نختار الكروس فيد، نختار اللي هو الفيد، إفكت الفيد، وباجي بحطه هنا. بنشغل الآن على نهاية الفيديو. أوكي الآن النهاية ممتازة يعني. خلاص كذا احنا خلصنا الفيديو، بقي لنا شيء واحد، الكتابة. احنا اختار التايب تول وبأضغط عندي هنا وبأكتب دورة
وضغط على السلكشن تول، الآن أسحب النص، هذا هو الآن جاني. طيب النص أنا عندي الآن مو مرتب والخط مو عاجبني، فبضغط عليه دبل كليك، جاني الآن الخط. الآن وين أروح؟ أروح على الإفكت، تلاحظون جتني هنا قائمة، يطيح هذا النص اللي أنا كتبته، هو رايح على في الجهة اليسار على المحاذاة اليسار، فأنا بحطه هنا كذا في النص أو في اليمين، أحطه في النص، وأقدر أحطه في وسط الفيديو، فوق تحت، شوف تلاحظون هذا اللي هو الالاين اند ترانسفورم، هنا اعطاني الفيديو، هنا اعطاني اياه في النص بالضبط، هنا اعطاني اياه في النص الفيديو بالكامل، هنا اعطاني اياه فوق، هنا اعطاني اياه تحت، طبعا هذه كلها في النص، هذا اعطاني اياه في النص. طيب انا بحطه هنا، فايش اسوي؟ بضغط اللي هو السلكشن تول وبحطه هنا، الان انا ابغاه يكون هنا، بضغط عليه دبل كليك، سلكت اول، كنترول اي، بجي اختار الخطوط، اوكي اخترت الخط هذا، ابى اكبره شويه، عندي هنا رقم 100، احط 110، الان هذا هو الخط، كذا 110 اشوفه برضه كبير، فيا اني اصغره بالسايز فونت بالفاره يمين او يسار، احرك يمين او يسار، أو إني أمسك العنصر نفسه تكس وبكبره من هنا، خلاص أحطه الآن هنا. طيب الآن لو أشغل تلاحظون هذا التايب تول هنا جاني، شو أعطاني إياه عنصر هنا جزئية صغيرة، الآن لو أشغل هنا عندي مو ظاهر، ليه؟ لأنه إذا مشي على الجزئية هذه حيكون ظاهر، الآن بشغل طلعت لي كده فجأة. طيب احنا ما نبغاه انه يبدأ من نص الفيديو، انا ابغاه يبدأ من عند الفيديو، من بداية الفيديو بسحبه وبسحب هذا للنهاية. طيب اجي الان اشغل الفيديو اللي قبله نشوف كيف يظهر. ظهر لي فجأة كمان النص، وبرجع هنا عني لو اروح النهاية واشغل كل شيء حيختفي الا النص. في الحالة هذه بأجي على الإفكت وبأسوي زي ما سوينا في الفيديو، واحدة في اثنتين، يا إني أسحبه الآن، أنا سحبته وبأجي أجيبه لين ما يتوافق مع الإفكت حق الفيديو يصير التون سوا، أو أحذف الإفكت، أنا محدد الآن الإفكت لأنه عليه لون رصاصي فاتح ما عليه بني، الآن حذفته، بجي على الافكت هذا وبعمل كنترول سي، نسخته الان، الان اجي هنا ضغطه واحده بس اعطاني لون احمر، اضغط كنترول في، نسخ لي الافكت حق الفيديو على نفس النص، الان لو اشغل على النهايه انتهوا سوا. طيب نجرب الان نشغل من البدايه ونشوف ايش المونتاج اللي احنا سويناه.
انتهى عنده الفيديو فجأة، وثاني شيء عنده هو زي ما كتبت أستاذة مها إنه في ما في صوت، الفيديو ما في صوت إلا في صوت. أنا عندي أعمل شير كمبيوتر وحاط فيه صوت، وهنا استخدم الخلفية السوداء، والفيديو هذا صغير لأنه كان الظاهر إنه مستخدم اللي هو تقريبا 600 ميجا بكسل. إن شاء الله أستاذ محمد إبراهيم إنك تعلمت واستفدت اليوم. أنت كمان مستخرجه بطريقة الـ API. إحنا في عندنا خطوة ما تعلمناها الآن بوريكم إياها، اللي هو الإخراج النهائي. الآن إحنا سوينا الفيديو، طيب أنا أبظهر هذا شغلي أنا للجمهور، هذا الآن شغلي أنا بظهر للجمهور، إيش نسوي في الحالة هذه؟ نضغط على الإكسبورت. وبختار إعدادات الفيديو من هنا، طبعا هذا موبايل ديفايس 720 أو إني أستخدم اللي هي الهاي كواليتي HD 720، في فرق بينهم. لو نضغط على 720 أعطاني 104، وأضغط على موبايل ديفايس أعطاني 62. أنا دائما أي فيديو أصممه وبرسله للسوشيال ميديا بستخدم على موبايل ديفايس 720، أعطاني 62 ميجا بايت. طيب في شيء هنا ما حتكلم فيه او انه نبهني فيه، كيف تخلي استاذ احجام الفيديو زي بعض بسيطه. طيب عندنا هنا احنا في مؤثرات ما استخدمناها، احنا قلنا احنا نتكلم عن المؤثرات. طب انا هنا عندي مطر وانا سحبت هنا المؤثرات الصوتيه، فنسمع المؤثر الصوتي ده واشغله، اذا الصوت واضح صوت الفيديو. الآن أنا عندي هذا صوت مطر، خلاص أوكي أبشر. طيب أنا بسحب الصوت هذا وبحطه هنا، صوت المطر مرة طويل زي ما تعلمنا، بنقص بنعمل زوم للتايم لاين وبأجي من بداية المطر وأقصه. أنا حط صوت مؤثر المطر حاطه تحت اللي هو في أوديو 2، هذا الصوت الرئيسي، انتبهوا إنكم تقصون الاثنين. خلاص أنا بضغط من هنا وبجي على نهاية الفيديو، بضغط ضغطة خلاص، لأن هذا المؤثر أنا أبغاه متوافق مع المطر. خلاص أنا باجي هنا أحذف ده، باجي هنا أحذف ده، خلاص لاحظوا أرجع أشغل، عندي الفيديو وعندي صوت الخلفية وعندي مؤثر صوت المطر. طيب الشلال بعد، أنا عندي هنا الوتر فول هو شلال، وبشغل صوت شلال بأسحبه كامل، أبغى يبدأ من النص برضه. أنا عندي هذا الشلال بأجي بمسك الشفرة، بأجي بداية الفيديو وبأجي على نهاية الفيديو، وبحذف قبلها وبعدها، وأجي أقدر أرفعه هنا أو أخليه هنا، لكن أنا أرفعه أحسن للتنظيم. طب الصوت عالي مرة جدا عالي المؤثر أنا أسمعه، فهنا بش أختار، أبى أختار اللي هو الأوديو كليب ميكسر. طيب أنا عندي أوديو، إحنا قلنا أوديو 1 أوديو 2 أوديو 3، طيب المؤثر في أي أوديو؟ فلاير رقم 2 تلاحظونه هنا هذا، فبجي أنا بنزله تحت شوية بنزله، خلاص الآن بشغل، لازم المؤثر يكون شوية هادي. خلاص الآن احنا خلصنا عملنا هنا كله، هذا كله حيظهر للجمهور هنا. هذا قلنا ما قبل المونتاج ما بعد المونتاج. الآن نشوف ايش احنا ايش سوينا، نضغط على اكسبورت او نضغط على كنترول وحرف ام، نضغط اكسبورت وبختار موبايل ديفايس وبحدد مكانه في ملف التدريب، بروح على ملف التدريب وبأسميه الإخراج النهائي. طيب خلي رقم 2
أنا موجود في واحد وبعمل إكسبورت. خلاص الآن ننتظر بيطلع لي الإخراج النهائي اللي إحنا اشتغلنا عليه كامل. الآن هنا أعطاني إنه الفيديو استخرجه كامل في المجلد. بنروح المجلد، بنروح نشوف شغلنا إحنا إيش سوينا. ملف التدريب، إخراج النهائي رقم 2، وبنشغل مع بعض ونشوفه. كذا الآن إحنا انتهينا من المشروع كامل ومن الإخراج، وإن شاء الله إذا في أسئلة أنا حجاوبكم عليها. لكن قبل ما أجاوبكم عليها، أنا حقدم لكم أستاذة بتول الفود، مستشارة تدريب ما شاء الله عليها. يعني إحنا جايين كلنا جايين نتعلم طبعا، وهي للفائدة صراحة. فأستاذة بتول راح تقدم لكم كلمة وإن شاء الله الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام حياكم ورحمة الله. الله جميعا، شكرا أستاذ منصور على استضافتك، شكرا على هذه الدورة الرائعة. ما شاء الله تبارك الله، كفيت ووفيت دورة مبدعة. شكرا للجميع على حضوركم. حابة أقدم لكم نصيحة في التدريب، إنه لا تفوتكم الدورات، خاصة الدورات الحرفية، لأنها ما هو بس يعني بتفيدك كمعلومات كثقافات، كمان هذه مع الزمن لو أتقنتها حتقدر تستخدمها كمهنة. يعني الآن مع أستاذ منصور ما شاء الله ما حيقصر معاكم، ما بين فترة والثانية راح يعلمكم على برنامج على فترات، كل ما تتقنوا برنامج حيعلمكم الثاني. فاستغلوا هذه الفرصة وحاولوا أنكم أنتوا إيه تشتغلوا على أنفسكم، لأن هذا مو بس يعني كإبداع كتصميم، كمان كمصدر دخل لك. يعني بعدين إن شاء الله حتصير مصمم، تصير تصمم للمراكز، للشركات، للمعاهد، للمدربين، لأصحاب المهن. فالدورات اللي زي كده لا تفوتكم، ودايما بنصحكم وانصح نفسي وانصح الجميع إنه دربوا وتدربوا أكثر من مرة، ولا تفوتون الدورات التدريبية. يعني يأسفني لما تجيني واحدة تقول لي أصدري لي الشهادة من غير ما أحضر. ليش؟ عندي أنا وظيفة وطالبين مني ساعات في التدريب. طب ليه تنتظروا على أنفسكم لحد ما تجي وظيفة وتطلب منكم أعمال وتطلب منكم شهادات؟ ليه بتضيعوا الفرص؟ دورات مجانية
عندكم في جروب أستاذ منصور، عندكم في جروب الدورات اللي عندي، بننزل دايما دورات باستمرار، شيء مجاني شيء مدفوع، فلا تفوتون الفرص وتجعلون الوظائف تروح عليكم بسبب إنه ما عندكم دورات. غير إن الدورات يعني بصرف النظر عن إنها صارت أساسية في الوظائف، كمان تخدمك أنت كشخص لثقافاتك ولمهاراتك، وممكن إنك أنت كمان تستفيد منها كعمل حر، تطلع لك شهادة العمل الحر وتبدأ تشتغل على نفسك. شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم. الله يعطيك العافية أستاذة بتول، يا ريت ترسلين حساباتك وجروب الدورات، الكل يستفيد بإذن الله تعالى. إن شاء الله بعدين نرسله في جروبك بإذن الله. بإذن الله. إن شاء الله، الله الله يعطيك يحفظكم، العافية، شكرا الله لك، يعطيك العافية أستاذة الله بتول. يعافيكم، شرفتوني يا